بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرس الدكتور يوسف محمد حسين، أستاذ مادة التشريعات الإعلام وأخلاقياته لطلبة المرحلة الثالثة لقسم الإعلام. نرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرتنا لهذا اليوم التي سوف أتحدث بها لكم عن مدخل لمادة تشريعات الإعلام وأهمية هذه المادة لطلبة المرحلة الثالثة ضمن المنهاج العلمي المقرر لهم. بدءا يجب أن نعطي نبذة تاريخية عن مادة تشريعات الإعلام والأسس التي تتعلق بهذه المادة. في الحقيقة أن هذه المادة تسلط الضوء على أساسيات القوانين والتشريعات الإعلامية التي تحكم عمل الصحفي والإعلامي في مجال ممارسة العمل الصحفي ضمن الضوابط والقواعد القانونية. قبل أن نتطرق إلى تفاصيل هذه المواد الإعلامية وهذه القواعد القانونية، بدءا يجب أن نعطي نبذة تاريخية عن القانون وأسس القانون كبداية لهذه المادة، لأن هذه المادة في الأساس تستند على كثير من الأمور التي تتعلق بالتشريعات أو القواعد القانونية. بدءا يجب أن نعرج على مفهومنا للقانون. حقيقة أعزائي الطلبة أن القانون وجد منذ البدايات الأولى للإنسان، وهو ما تمثل بتكوين الحياة البشرية، حيث أن هذه الحياة البشرية أو هذه العلاقات الاجتماعية ما بين البشر تحتاج إلى ضابط يعمل على تنظيم هذه العلاقات الاجتماعية. فمسألة الصراعات والنزاعات والتنافس ما بين المجموعات البشرية أوجدت هذه الجماعات البشرية، أو أرادت أن تجد نوع من ما نسميه اليوم بالضابط القانوني لعملية تنظيم هذه العلاقات ما بين تلك الجماعات، وحتى يعرف كل شخص ما له وما عليه. أي ما نعرفه اليوم في الوقت الحاضر هو مسألة الحقوق والواجبات. مثل ما تعرفون اليوم كل إنسان في المجتمع في الحياة له مجموعة من الثوابت المتمثلة بحقوق والواجبات. كل إنسان يجب أن يراعي هذه المسألة في مسألة ما له من حقوق وما عليه من واجبات. كذلك إخواني يجب أن نتطرق إلى مسألة مهمة، هو الخلاصة أو ما هو التعريف العام لمفهوم القانون. القانون يعرف بشكل عام أو التعريف العام والشامل القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية ما بين الأفراد في المجتمع، وبموجبه تجبر السلطة العامة الأفراد على اتباع تلك القواعد. إذن هنا عملية تنظيمية للعلاقات الاجتماعية ما بين الأفراد. الهدف من هذا الموضوع هو مثل ما اتطرقت قبل قليل، هو لعملية تنظيمية لكل إنسان حتى يعرف ما له وما عليه. أي هنالك خطوط يجب أن يتبعها ويلتزم بها في المجتمع. كذلك بفضل تطور الحياة ويعني زيادة المشاكل الاجتماعية ما بين الأفراد ومتطلبات المرحلة، أصبح هنالك أنواع للقانون. فمثلا هنالك القانون التجاري، هنالك القانون الجنائي، هنالك القانون الدستوري، هنالك قانون المدني، وهنالك قانون الإعلام الذي سوف يكون الأساس لهذه المادة للمنهج للعام الدراسي 2017-2018. انتهينا من موضوع المفهوم العام للقانون. هنالك مسألة أخرى يستند عليها القانون، هنالك أربعة مرتكزات أعزائي الطالب، أربعة مرتكزات أساسية يستند عليها القانون، اللي هي التشريع والعرف والعدالة الاجتماعية والشريعة الإسلامية. هذه إخواني أربعة مرتكزات يرتكز عليها القانون عندما نريد أن نطبقه في أي مجتمع من المجتمعات، اللي هي التشريع والعرف والشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة الاجتماعية. القانون إخواني أعزائي الطلبة يحتاج إلى ثلاثة وظائف أساسية أو ثلاثة شروط حتى نستطيع أن نطبق ذلك القانون في المجتمع. هذه الشروط إخواني أو هذه الوظائف الثلاثة تتمثل أولا بوجود وجوب يعني وجود
سلطة تشريعية تعمل على تشريع القوانين في المجتمع. طبعا السلطة التشريعية تختلف تسميتها من مجتمع إلى مجتمع آخر، فهنالك مثلا من يسميها مجلس النواب وهو معمول فيه في العراق، هنالك من يسميها مجلس الأمة، من هم يسميها الجمعية الوطنية إلى آخره. المهم هي هذه السلطة المسؤولة على تشريع القوانين في المجتمع هي تسمى السلطة التشريعية، هي السلطة الأولى التي تعمل على تشريع القوانين في المجتمع. الوظيفة أو الشرط الثاني إخواني هو وجود سلطة قضائية تنفيذية. من وظيفة هذه السلطة القضائية هي التنفيذ للتشريعات التي أصدرتها السلطة التشريعية، فنلاحظ متمثلة بالمحاكم ومجلس القضاء الأعلى. وظيفة هذه إخواني هذه السلطة هي السلطة القضائية هي تنفيذ أو عفوا تطبيق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية. فنلاحظ اليوم أن القاضي هو يعمل على تفسير المادة القانونية وتطبيقها. الشرط الثالث إخواني هو وجود سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية مهمتها إخواني هنا هي تنفيذ القواعد القانونية التي أصدرتها السلطة التشريعية والتي طبقتها السلطة القضائية. والسلطة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء العراقي والأجهزة الأمنية والوزارات الأخرى. فنلاحظ مثلا اليوم هنالك متهم هارب، أصدر القاضي حكما قضائيا عليه ولكنه لم يمتثل أو هرب من تنفيذ الحكم. اليوم السلطة التنفيذية هي وظيفتها ألقاء القبض على ذلك المتهم أو الهارب ومن ثم تطبيق المادة القانونية التي أصدرها القاضي حول التهمة التي تناسب ذلك الفعل. قاعدة أساسية أو تعريف بشكل عام لمفهوم آخر هو مفهوم الجريمة. الجريمة هي كل فعل حرمه القانون سواء كان سلبيا أم إيجابيا ما لم يرد عليه نص خلاف ذلك. إخواني أعزائي الطلبة، تفاصيل موضوع الجريمة سوف نفسره لاحقا في محاضرة قادمة إن شاء الله، ونتمنى أن كنتم أو استفدتم من هذه المحاضرة لهذا اليوم. آملين الاستفادة من المحاضرات في الأيام القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.